طبعا يلا مثل حبيبي. ما شايفين راح ان شاء الله نوصل لاعلى نقطة هناك اللي كنا شكل بركان كذا، ان شاء الله راح نرتقي هناك، ننزل تحت محاذاة الساحل، وهذا المكان والشباب متجمعين. اول مسافة الوادي تقريبا مسافة كيلو، وبعدين نبدا الصعود الى القمة. هنا بعض المعلومات من الليدر، هناك يكون موقع فشوي مرتفع تدريجيا نفس هرم، بس هنا شوي راح شوي يكون في صعود شيء بسيط، لكن الصعود بيكون من شرقي تدريجي. طبعا راح نخترق هذه الدروب لغاية ما نطلع هذا الجبل اللي تشوفوه قدامكم. طبعا راح نوصل هناك فوق هذيك النقطة اللي هو الجبل شكل بركاني كذا، مثلث كذا لون أبيض أو أصفر شوي يميل. هناك راح نوصل، صادفنا راعتب ماشية مع أغنامها مثل هذه، ما تشوفوا القطيع البسيط معاها. شوفوا هذه الجبال كلها قريبة من البحر، هنا في قريات. طبعا شوفوا هذه السهول الأودية. طبعا مثل ما خبرتكم انه راح يكون هدفنا هناك ذاك الجبل الأصفر، والشباب هنا قدام صعود. شوفوا هذا مثل أول بريك نقول، هذا كنا أول بريك ولا؟ شوي زين استراحة محارب. بعدها واصلنا المشي باتجاه هدفنا وهو باتجاه القمة الجبلية. نروح إلى أعلى نقطة هناك، شايفين ذاك الجبل كنا مخروطي أو كنا مثلث، وراح نرتقي إلى هناك أعلى نقطة حسب كلام الليدر. طبعا هذا راح نخترق مسارات لين ما نوصل الجهة اللي فوق هناك، خليكم بس متابعين. وخلال المشي التقينا بالصدفة بأحد الأشخاص واللي ذكر لنا الحادثة الأخيرة اللي وقعت بعد سقوط وفاة أحد الأشخاص. أنت معك ليك سمع ليك بصر، شوف الجبل هش هذه اللي فيها وحيها قبته جبل حصان سحلة قبته سحلة هو باغي يصور حس بحصان بوم شرجي اليوم من أول وادي. هذا الجبل كبير، هذا يوم نادي هناك راح كب دق دق راسه اخذوا بالكب ان شاء الله. ما تشوف شباب يا تابونا احنا غاليين على الجبل احنا. لا لا والنعم فيك، الله يعطيك العافيه الله يعطيك الصحه والعافيه. زين الهبوط التدريجي شكله باتجاه الوادي ومن ثم الصعود مره اخرى. طبعا ننزل الى عمق الوادي كما تشوفوا الشباب واحد واحد. طبعا لحظة توقف هنا شوف رايحين نصعد هذا الجبل حتى نوصل لك القمة اللي خبرتكم عنها فوق هناك. شوفوا ذا الحافير، شوفوا هاي الصخور كيف من الداخل، شوف شكلها كيف صارت. سلام شوف سبحان الله، شوف كيف اقربكم اكثر عند هذه. لاحظوا اسمع صوت اغنام. رايحين نروح فوق هناك من خلال هذيك الشرقة، راح نعدي صخور كبيرة لين نرتقي للأعلى. طبعا مثل ما شايفين توقفنا في هذا المكان الجميل. طبعا هذا المكان واحد يتأمل فيه، لو تلاحظوا معي المكان هذا يعني محاط بصخور اللي هي جلاميد، نحن نسميها جلاميد صخرية كبيرة وعليها تشكيل، لو تلاحظوا الشكل هذي أول شيء، غير هذيك الحافية اللي بعدها ومن ثم الصخور هذي، يعني مثل ما تقول مثقبة أو حاجة أو شيء كذا فيها حفوريات. خليك ناهيك عاد اللي هناك فوق العمود الراس هذاك اللي واقف، وعندك هناك
اللي شكل وجه انسان والعينين والفم، زين تقريبا يعني تشبيه بهذا. طبعا مسارنا راح يكون هناك يعني، زين شوف الشرقه هذه الحين اللي عليها التصوير كذا راح نمشي تقريبا. طبعا هذه الجبال اللي هنا تكون مختلفه، تضاريسها مختلفه كليا عن المعتاد اللي متعارف عليه الجبال يعني. شوفوا كيف صايره حافيرها ما شاء الله. ودائما علينا ان نقف لحظه تامل نحو عظمه هذه الطبيعه كي نتامل نحو كل شيء قد يلفت نظرنا. سبحان الله، شوف كيف المناظر، وشوفوا هالصخور الجبارة لازم نجتازها. تخيلوا هذا المكان لازم نجتازه جماعة رايحين. شوفوا كيف الطبيعة، شوفوا هنا كيف الجدار هذا، شوفوا الجبل كيف تشكيله. يا سلام يا سلام. ما شاء الله ما شاء الله، شوف هناك شوف هناك، يا سلام. شوفوا هالتشكيل هنا يا جماعة الخير، شوفوا شوفوا هذا الجدار كيف مع تشققاته وهذه الأحافير. بس بأمانة كل ما كنت أقطع مسافة من المشي كنت أتوقف للتأمل نحو هذه الطبيعة. يا سلام يا سلام، مبهور بهذه الطبيعة بصراحة. وين ما أروح تشكيل تضاريس مختلفة. يا سلام، واو واو. عمان تحتضن جيولوجيا، أرض الجيولوجيا خلنا نقول، بس هناك يحتاج من يكتشفها هذه العوالم وهذه الأسرار اللي داخل ما يوصلها إلا مشاي الجبال. ما شاء الله، شوف شوف كيف شوف الجيولوجيا اللي فيه، شوف كيف شوفوا. توقفنا عند هذه الشجرة، طبعا هي عطرية بس ما تشوفوا فيها ولا ورق، بس شوفوا كيف يعني شكلها، لكن تنفث رائحة نفاثة يعني ما شاء الله. شوف أيوة شوف بعض الوريقات البسيطة يعني، شوف شوف شوف. هذه قوقعة متحجرة راح يبقى في عمان حتى اذا ممنوع. طبعا في هذا الوادي اللي هو في جبل بديعة، لاحظوا تشكيلها كيف. شوفوا هذه المشاهد، شوفوا هذا التشكيل الصخري الجبلي، شوف كيف. ونحن رايحين هناك، راح نمر من هنا من هذا المكان الضيق. في طريقنا وجدنا صغير الغزال في هذا المكان. هو كذا صار نجلس كذا تشوفه دائما. شوفوا كيف شوفوا هذه الجبال من وين جينا فيها. شوفوا لاحظوا كيف
ولاحظوا الشباب هناك في طرف الجبل وكأنهم صاعدين نحو إحدى القمم الجبلية. شوفوا البحر هناك وشو هالتشكيل، وهناك رأس أبو داود. أما بعد ما ارتقينا سفح الجبل قررنا الاستراحة فيما أخذ الشباب بإعداد القهوة. كما شايفين الشباب ولعوا نار هنا شوي يريحوا مع القهوة والتمر. دائما لا تسلك المسار الجبل هش، تسلك الصلب. أيوة. لا تسلك الهش خطير. ومجموعة هناك في القمة. أيوة. ما لاحظتوا. شوف كرم هالقريات. ما سوينا تمر وعندك هنا بعض المكسرات. ايوه بعض الفواكه. ها اقول لهم جزاكم الله خيرا. سو شباب برتقال كأنك ما شاء الله يعطيك باو والله. برتقال يعطيك صح. وبعد ما صعدت المجموعة الأولى إلى قمة الجبل قررنا بعدها الصعود، لكن سرعان ما قمنا بالنزول بسبب الهواء وبرودة الجو. بس يبغى له وقت شوية. التضاريس هناك كيف، وشوف الشباب هنا جايين. شوف هالتشكيلات. أما بعد ما قررنا أن يكون مسار عودتنا من خلال مسار الساحل، كانت بوادر القلق بادية على قائد المجموعة حول عدم قدرة الشباب في اجتياز الممشى الضيق في طريقنا، لكن الشباب أثبتوا عكس ذلك. والمشايخ جايين وراه.